السؤال الأول بيقول: أيا معلم الخير جزيتم خيرا. منادى طبعا معلم الخير، دي طبعا معلمي هي الايه المنادى. عايزين نقول لك منادى منصوب طبعا هنا، يعني ايه عايزك يبقى يكون عندك ذكاء نحوي. بمعنى ايه؟ هو بمعنى منادى منصوب يعني هيكون معرب، يا اما منادى مضاف، يا اما شبيه بالمضاف، يا اما نكره غير مقصوده. يبقى نكره غير ايه مقصوده. يبقى هنا يا معلمي الخير، طبعا هنا منادى منصوب بالياء عشان طبعا كلمه معلمي جمع، معلمي ايه جمع. تاني: هيا صديقي انت مهذب. منادى منصوب، طبعا هنا هنقول منادى منصوب بالفتحه، وطبعا قلت لك اذا الحق الاسم بياء المتكلم فتقدر عليه الحركات الايه الاعرابيه، يبقى هنا معرب بعلامه مقدره، يبقى منصوب علامه نصبه الفتحه. ايا معلمات الاطفال اتقين الله. منادى منصوب، طبعا الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسره، يبقى اذا هنا معلمات منادى منصوب بالكسره عشان طبعا هو منادى ايه مضاف. يا ابا محمد اسرع، طبعا منادى منصوب. الاسماء الخمسه اذا نوديت فتكون منصوبه بالالف، لان الاسماء الخمسه تنصب بالايه بالالف. يا ابا محمد، يا اخا محمد، يا اخا العرب، يا ذا العلم. يبقى كل ديت ايه اما يجي طبعا، وحاله المنادى اللي هو الاسماء الخمسه في حاله المنادى طبعا ديت ايه بتكون منصوبه. يبقى انا هنقول ايه منادى منصوب بالالف، لانه اسم من الاسماء الايه الخمس. يا قائل الحق انت صادق، نوع المنادى. انظر الى الاسم بعد اداه النداء اذا كان كلمتين والكلمه الاولى ليست منونه، يبقى اذا هنا ده منادى مضاف، منادى مضاف. يا بني اقم الصلاه، نوع المنادى. كلمه ابن في كل احواله بني او بنية، بني او بنية، يعني بني للمفرد المذكر وبنية للجمع الايه الجمع المذكر، يبقى في الحالتين المنادى ايه مضاف. لكن تفرق في لو انا قلت بنية، يا بني اقم الصلاة، يبقى هنا منصوب بالايه بالفتحة المقدرة لاتصال بياء المتكلم. لكن لما نقول يا بنية كجمع ونقول مثلا اجتهدوا، يبقى ده منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأن أصلها ابن زائد الياء، أصلها ابن زائد الايه الياء. يا بني مصر اتحدوا، نوع المنادى منادى مضاف. يا حارسي البنك انتبه، منادى منصوب ب الياء، لانه مثنى، لانه ايه مثنى طبعا، المثنى ينصب ويجر بالياء، المثنى ينصب ويجر بالياء. يا قائلا للحق، هنا بقى عايزك تخلي بالك من الحالات الاربع حالات اللي انا قلت لك عليهم بالنسبه للشبيه المضاف. طبعا كلنا نعتمد على المنادى الشبيه المضاف اللي هو يكون نكره منصوبه منونه وبعدها جر ومجرور، زي بالظبط الحاله الاولى. يا قائلا للحق، يا قائلا للحق، يا عاملا بالمصنع، يا عاملا في المصنع، يبقى انا كده بنقول عليها على طول شبيه بالمضاف. وهذه هي الحاله المشهوره بالنسبه لشبيه بالايه بالمضاف. لكن هناك حالات اخرى انا اكدت عليها في حلقه الشرح، قلت لك ممكن يجيب لك نكره منصوبه وراها كلمه نكره منصوبه ومرتبطه بيها، ما ينفعش نستغنى عنها. يبقى انا نقول ايه يا قائلا حقا، يبقى دي كده حاله من حالات الشبيه بالمضاف. نجيب لك نكره منصوبه وبعدها الكلمه معرفه بالالف واللام، يا قائلا الحق، وده منادى شبيه بالمضاف. يبقى ده ايه، يبقى دي حالات للشبيه الايه المضاف.
يا قائلا مثلا حقه، يا قائلا الايه الحق، يبقى كل ده شبيه بالايه؟ شبيه بالمضاف. احنا قلنا الشبيه بالمضاف له اربع حالات، نجيب نكره منصوبه وبعدها جر ومجرور، يبقى مثلا يا مطيعا لوالديه او مطيعا للوالدين، يا اما نجيبها نكره منصوبه وبعدها كلمه فيها الف ولام، يا مطيعا الوالدين، ويا اما مطيعا والدا، يا اما مطيعا والديه. يعني اربع حالات ركز فيهم، عشان طبعا الحالات اللي بتبقى جايه في الامتحان اللي هي الحالات الايه الاخرانيه اللي احنا قلنا عليها. هيا لاعبين الكره تعاونوا، نوع المنادى في هيا لاعبين الكره تعاونوا، نوع المنادى هنا منادى نكره، مق غير النكره، منادى شبيه من ايه؟ منادى شبيه بالمضاف. يا ظالما عد الى الحق، اذا وجدت الكلمه نكره منصوبه ومنونه بالفتح، يبقى اذا هنا على طول نكره، نكره غير مقصوده. دايما قلت لك افتكر الخطيب وهو على المنبر ويقول يا غافلا انتبه، ولا يوجه الكلام الى شخص معين، وبالتالي هو ده اسم نكره غير مقصوده. هيا صديقين، النكره غير المقصوده اذا جاءت ظالم، يبقى نحن نقول يا ظالمين، يعني يثبت الايه التنوين او يثبت النون، يبقى يا ظالمين او يا ظالمين. المثال اللي بعد كده، هيا صديقين انتما مؤدبان، منادى نكره، طبعا هنقول هنا منادى نكره غير مقصوده، عشان طبعا هنا منصوب بالايه، هو طبعا عايز منصوب بايه، هنقول له منصوب بالياء لانه مثنى. يا مصريين اتحدوا، نوع المنادى نكره غير مقصوده، عشان جمع وثبتنا فيه النون يبقى على طول، وكلمه واحده يبقى على طول نكره غير مقصوده. يا مصريون لا تهملوا، اذا جت نكره ومرفوعه يبقى على طول نكره مقصوده، نكره مقصوده. وهذا الفرق بين النكره غير المقصوده والنكره المقصوده، النكره غير المقصوده تكون، او المنادى النكره غير المقصوده يكون اسم نكره ولكن به تنوين بالفتح، او تثبت فيه النون في المثنى، او تثبت النون في جمع المذكر الايه السالم. وفي حاله الرفع يكون مرفوع بالضمه، يعني او مبني على الضم، وطبعا مبني على الالف اذا كان مثنى، ومبني على الواو اذا كان جمع مذكر ايه سالم. يبقى يا مصريون نوع المنادى نكره مقصوده، هنحب نعرفه هنقول منادى نكره منصوبه مبني على الواو في محل نصب. يا واقف اجلس، طبعا هنا كلمة واقف ما فيهاش ألف، يبقى على طول نكرة مقصودة. ده الفرق بين اللي قلت لك، الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة. هنا إذا لم تجد الألف يبقى نكرة غير نكرة مقصودة، وجدنا الألف يبقى نكرة غير إيه مقصودة. يعني يا واقفا بتنوين الفتح يبقى نكرة غير مقصودة، يا واقف بدون تنوين يبقى نكرة إيه مقصودة. يا متكلمان اسكتا، نوع المنادى نكره، نكره مقصوده، عشان موجود عندي الايه النون بتاع الجمع المذكر السالم ومرفوع، والمثنى يكون مرفوع بالايه بالالف، يبقى منادى نكره مقصوده مبنى على الالف في محل نصب. يا محمد كن يقظا، نوع المنادى طبعا علم مفرد. يا مصر هضي، نوع المنادى علم مفرد، اسم شخص او اسم دولة. يا دعاء اجتهدي، منادى علم مبنى على الضم في محل، طبعا مبنى على الضم في محل نصب. يا محمدان قوم الى الصلاة، منادى علم مبنى على الالف، لان احنا قلنا المنادى العلم يبنى على ما يرفع به في محل نصب، اذا كان مفرد يبقى مبنى على الضم في محل نصب، إذا كان مثنى مبنى على الألف في محل نصب، إذا كان جمع مذكر سالم مبنى على الواو في محل إيه؟ في محل نصب. يا محمدون منادى علم مبني على الواو. عند نداء لفظ الجلالة، طبعًا في نداء اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، عندي طريقتان للإيه؟ للمنادى. أولًا هنقول يا الله على لفظ الجلالة وندخل الياء في الياء أولا،
ثم نحول ألف الوصل إلى همزة خط ونقول يا الله نفس الايه الشكل بتاع الكلمة الثانية، أو نقول اللهم، يبقى عندنا ده لفظ الجلالة، نقول اللهم أو يا الله، يعني هما ايه هما معا. سؤال 25، عند نداء كلمة المعلمين نقول، طبعا عند نداء الاسم المعرف بالألف واللام له طريقتان أيضا، نقول أي أو أيها للمذكر، أي للمذكر وأيتها للمؤنث، ونذكر الكلمة، أو نستخدم اسم الإشارة المناسب ونذكر الكلمة. يعني نقول يا أيها المعلمون، يا أيها المعلمون، يا أيتها المعلمات، يا هؤلاء المعلمون، يا هؤلاء المعلمات. وفي هذه الحالة يكون المنادى هو أي أو أيها أو اسم اسم الإشارة، وما بعدهما يعرب وما بعدهما يعرب نعم. سؤال 26، عند نداء كلمة المعلم نقول يا هذا المعلم. طبعا احنا قلنا الاسم المعرب بالألف واللام، هناك طريقتان في ندائه، اما ان نقول اي او ايها زائد الاسم المعرب بالالف واللام، اما ان نقول اسم الاشاره. طبعا هنا هنقول الاصح هنا يا هذا المعلم. يا ايها الشباب تسابقوا، المنادى هو، طبعا المنادى هو ايها. طبعا كثير يخطئ ويقول ان المنادى هو كلمه العيش شباب، نقول لا، عند نداء الاسم المعرب بالالف واللام يدخل او يقوم بايها او ايتها للمذكر او المؤنث أو اسم الإشارة، ففي هذه الحالة يكون أي أو اسم الإشارة هو المناد، وما بعد أيها أو أياتها أو أياتها أو ها أو لا يعني أو أسماء الإشارة يكون هو يكون نعت. طبعا أي نوع بالنسبة للمنادى نكرة غير مقصودة، أما أسماء الإشارة فهي ملحقة بالعلم بالعلم المفرد. طبعا يا أيها الشباب تسابقوا، المنادى هو أيها، نوع المنادى هنقول طبعا نكرة مقصودة. يبقى عند نداء الاسم المعرب بالألف واللام بأي أو أيتها، المنادى يكون أي أو أيتها، ونوعه نكرة مقصودة، وما بعدها اللي هو الاسم اللي احنا بنناديه يصبح نعت. يا أيها الرجل، طبعا كلمة الرجل عشان اسم جامد، فبنقول بنقول عليها تعرب تعرب بدل، عشان كلمة الرجل اسم اسم جامع. يا هذا الرجل، كلمة الرجل تعرب نعت. يا هذا الرجل منادى، طبعا نوع المنادى هنا، طبعا المنادى هو هذا، يبقى ملحق بالعلم المفرد. السؤال 30، يا سائقا السيارة انتبه، المنادى شبيه بالمضاف طالما فيها تنوين بالفتح. يا سائقا في السرعة في الندامة، طبعا هنا نكرة غير مقصودة عشان كلمة واحدة ومنصوبة، يبقى نكرة غير مقصود. شباب مصر أنتم الأمل، نوع المنادى، طبعا في هذه العبارة إذا قلنا شباب مصر أنتم الأمل، فهذه العبارة هنا فيها نداء، لأن يعني جملة النداء، وهنا طبعا حرف النداء محذوف، تجد ان فيها خطاب او فيها ضمير ضمير مخاطب. يبقى هنا نوع المنادى منادى مخاطب.